هاتفيا الآن الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني يا فندم، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا أيضا. كيف يمكن البناء على ذلك التطور لنقل العلاقات بين البلدين لأفاق أرخم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا في ظل الأزمات والصدمات الاقتصادية المتعاقبة واللي يمكن تأثيرها سلبي على كافة دول العالم، أصبح الأمر المتعلق بالتكامل الاقتصادي الإفريقي وبالأخص لما يكون دول عربية ما بينها علاقات تاريخية وهناك كمان علاقات اقتصادية متميزة، فبالتالي جزء مهم جدا ان يحصل نوع من انواع التكامل. مصر لديها مزايا نسبيه في عديد من السلع التي تحتاجها السودان، ونفس الامر بالنسبه للسودان لديها ميزه نسبيه في عديد من السلع التي يحتاجها الاقتصاد المصري، ويمكن حتى بالاخص الجزء المتعلق به توفير اللحوم والامن الغذائي في ظل الارتفاعات اللي حصلت في عديد من السلع الاساسيه والغذائيه على مستوى العالم. فبالتالي التعاون في مصلحه الجميع وبالاخص في الوقت الراهن، وكمان ان دوت يبتدي يذهب بنا لجزء اخر طويل الاجل مرتبط بالاستثمارات المشتركه، واللي يمكن كنا شفنا عديد من المشروعات سواء كانت جزء منها مرتبط باللوجستيات والنقل او حتى بعد كده جزء اخر مرتبط بمشروعات الطاقه متمثله في الربط الكهربائي ما بين مصر والسودان. وبالتالي هي يعني علاقات جيده، علاقات بتتميز كل فتره بانها بيضاف لها المزيد من النجاحات على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. يعني بالحديث يا فندم على المستوى السياسي، كيف تقيم مستوى العلاقات بين مصر والسودان، خاصة وأن السودان يعتبر امتدادا طبيعيا لعلاقات مصر وهي علاقات أزلية وتاريخية؟ أكيد طبعا، يعني ما أمن السودان من أمن مصر وأمن مصر من أمن السودان، العلاقات هي علاقات تاريخية وعلاقات ممتدة، ويعني الفكرة الأساسية ان دايما مصر كان ليها دور مهم جدا خلال السنوات والعقود الماضيه المرتبطه بالحفاظ على امن السودان في عديد من المواقف، وده بياكد ازاي ان الروابط التاريخيه ما بين الشعبين هي روابط قويه ولا تتاثر باي ظروف مهما كانت. لان يمكن احنا حتى على مستوى السياسي في مصر عدينا بفتره صعبه جدا من عدم استقرار سياسي وعدم استقرار امني، وايضا السودان مرت بفترات صعبه في تاريخها السياسي، لكن العلاقات الطيبه بين الشعبين هي اكيد اللي بتضغى. وكمان ازاي ان احنا شايفين في الفتره الحاليه التفاهم الواضح جدا ما بين القياده السياسيه في مصر والقياده السياسيه في السودان، وده اكيد اللي بينعكس بشكل ايجابي على العلاقات الاقتصاديه وعلى الاستثمارات المشتركه وعلى زياده لمعدلات التبادل التجاري ما بين الدولتين. بالتاكيد يا دكتور. يعني مشاهدينا كان معنا دكتور علي الإدريسي استاذ الاقتصاد.